التقى محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله برئيس بنك التنمية الصيني تان جيانغ في العاصمة الصينية بكين، واتفق الجانبان خلال مباحثاتهما على بحث التوسع في استخدام عملة صينية جديدة وحدتها اليوان في المشاريع المستقبلية وكذلك أنشطة التمويل المشترك، مع العمل على تيسير فتح مكاتب جديدة للشركات والبنوك الصينية في مصر لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وخلال اجتماع الطرفين تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة، وفي مقدمتها زيادة التعاون المشترك وأهمية التوسع في مجالات التعاون الإقليمي والتكامل المالي بين البلدين، بجانب تنظيم مؤتمر في مصر للتعريف بالشركات والبنوك الصينية باعتبار مصر بوابة للقارة الإفريقية.